يقول أخونا في سؤال آخر: حدثونا عن الاستعاذة والبسملة في الصلاة، وما حكمهما؟ وهل يجهر بهما أم يسر بهما؟ وهل تركهما يبطل الصلاة؟ الاستعاذة والبسملة في أول الصلاة سنة، من تركهما فصلاته صحيحة، والاستعاذة لا يجهر بها. أما البسملة إذا جهر بها في بعض الأحيان فلا بأس، الحمد لله، ولكن الأكثر أنه لا يجهر بها، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن خلفائه الراشدين أنهم يبدأون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. طيب، دل على أنهم كانوا يسرون البسملة. طيب، نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن.